ويلكم تو ليرن انجلش ويز مستر محمد سعد. تعلم الانجليزيه مع مستر محمد سعد. النهارده اكسرسايز اون يونت 1 سنه 6 ابتدائي منهج فاميلي اند فريندز. ازاي احل سؤال لتشوز؟ على فكره سؤال تشوز مش سهل خالص زي ما انت متصور. لا سؤال تشوز محتاج تركيز، ترجمه، اشوف المعنى، اشوف الزمن، اشوف المفرد والجمع، اشوف اللي قبلها واللي بعدها، حركاتك يا هولندا، تأثيراتك يا هولندا، زغزغاتك يا هولندا. هقول معنى الكلام ده واحنا بنشرح. الثانوية العامة والمناهج الجديدة كله قائم دلوقتي على سؤال تشوز. ركز معايا كويس. هنا بيقول ايه؟ choose the correct answer or word in brackets. number one, a sculpture, landscape, painting, mural is a picture that someone has painted. يعني هنا هترجم طبعا، بيقول لي صورة شخص ما رسمها. paint يعني يرسم بالألوان، draw يعني يرسم ايه بس ايه بقلم رصاص عادي. هختار ايه؟ sculpture تمثال، مش نافع معايا المعنى، مش عايز ده. landscape منظر طبيعي، طبعا لا مش نافع معايا. mural يعني طبعا صورة على الحائط، طبعا مش نافع معايا. هنا بيقول لي صورة شخص رسمها، يبقى على طول اختار painting، صورة على طول اختارها. اوكي تمام، اديها الكلر بتاعها واديها underline على طول. يبقى انا بترجم علشان اجيب الاجابة صحيحة. يبقى البينتينج هي البيكتشر ذات سم وان هاز بينتد، الرسمة طبعا. اوكي تمام. نمبر 2، next week we are going to visit, will visit, visit or visiting the museum، المتحف يعني. we've bought the tickets، يعني احنا اشترينا التذاكر خلاص. انا بترجم، بشوف المعنى، بشوف الزمن. هنا ايه ده؟ ده كلهم شبه بعض. are going to visit، will visit، visit، are visiting. طالما شبه بعض كده هو، يبقى بيلعب في الغالب على الزمن. اشوف زمن الجملة ايه واشوف اللي قبلها واللي بعدها. هنا next week الاسبوع القادم، يبقى مستقبل. تمام. وهنا بيقول لي we've bought the tickets، يعني احنا اشترينا التذاكر. يعني everything is already arranged، يعني كل حاجة ترتبت خلاص. لما يكون في ترتيبات كاملة في المستقبل، يبقى على طول بستخدم زمن ايه؟ حد يرد علي؟ برافو عليكم، بستخدم زمن مضارع مستمر، بيعبر عن مستقبل. ال present continuous tense، المضارع المستمر بيعبر عن مستقبل. when there are full arrangements، لما يكون في ترتيبات كاملة في المستقبل، كل حاجة ترتبت. everything is arranged، خلاص يعني حين اشترينا تذاكر. بركز كويس، مستقبل مع اشترينا تذاكر يبقى ايه؟ مضارع مستمر. عملنا 3 فيديوهات جلوبال عالمية بتتكلم عن زمن المضارع المستمر، هتلاقي الكلام ده في قوائم التشغيل. اي فيديو جرامر هتلاقيه في قوائم التشغيل. انتهى الموضوع معايا، الجرامر معانا مختلف. تمام. he wanted to lend, borrow, stare, hit some money as he didn't have any. هنا بيقول هو أراد أن يسلف ولا يستلف، يبرق ولا hit يضرب بعض الفلوس. as he didn't have any، معهوش أي فلوس. يبقى هو أراد أن إيه؟ المعنى عايز إيه؟ أنا ترجمت، والترجمة هتيجي منين؟ من حفظ الكلمات. هو ده البنزين بتاعي. ما تقوليش مش حافظ كلمات، البنزين بتاعك حفظ الكلمات، لازم تشتغل تحفظ كلمات. اوكي، وتفهم الجرامر وتفهم كل حاجة مع مستر محمد سعد. هو اراد ان ايه؟ هو اراد ان يستلف، ترجمت، بعض الفلوس. لايه؟ لان هو معهوش اي فلوس. يبقى he wanted to borrow some money as he didn't have any. برو على طول بختارها. تمام. الترجمة بتوصلني حاجات كتير، بتوصلني. underline it. yes. okay. number four.
تمام. I don't want to do this homework now. أنا مش عايز أعمل الواجب ده دلوقتي. I think A was going ولا will do it tomorrow. I think هنا I هنا في I لازم أكتب I. Yes. Yeah, مش مشكلة. I don't want to do this homework now. I think I was going to will do it tomorrow. أنا مش عايز أعمل الواجب ده دلوقتي. أعتقد إني هعمله بكرة. سوف أعمله بكرة. Tomorrow غدا. و think يبقى على طول will. Think يبقى will. Think يبقى will. Think في الغالب بتاخد will. لكن لو في دليل هاخد am و is و are going to. going هنا مش نافعه، مفيش حاجه بتزغزغها، مفيش حاجه بتحركها، هي الزغزغه اللي بتكلم عنها اللي هي مفيش am و is و are اللي طبعا ايه مش موجوده، مع السلامه، ومفيش وراها to كمان الزغزغه اللي اتكلم عليها. هنا going برضو مفيش زغزغه ليها، was going to مش نافعه خالص في الزمن الماضي، يبقى على طول well. think يبقى well. تمام، اديها اللون بتاعها واديها underline. تمام. number 5، This question is unfriendly, impatient, impossible, improper. في exclamation mark علامة تعجب اهي، بعدها مسافة، الكلمة اللي وراها تبدأ بحرف كابيتال. يا نهار أبيض على المعلومات دي. I don't know the answer. أنا مش عارف الإجابة. هنا هقول إيه؟ بيقول لي السؤال ده إيه؟ unfriendly غير ودود، طبعا مش نافعة معايا. impatient يعني غير صبور، مش نافعة معايا. impossible مستحيل، المعنى مش عايزه خالص، يبقى على طول improper. improper يعني غير ملائم، مش مناسب، يبقى السؤال ده مش مناسب. انا ايه؟ I don't know the answer، انا مش عارف الاجابة، يبقى السؤال ده مش مناسب خالص. اديها underline. okay. number 6، I am driving, I will drive, I will have driven, I was driving to the airport. لما يكون في زي الألف واللام وراها كلمة بدأ vowel حرف متحرك تتنطق زي زي زي، شايفين السهم نازل فين؟ تحت اهو بكسرها زي زي زي، يبقى to the airport this afternoon. So can I give you a lift؟ معناها ايه؟ عاوز اقول انا سايق للمطار ايه في الظهرية دي، انا رايح المطار. so ممكن اديك ايه توصيلة، ممكن اوصلك، انا سايق خلاص، رتبت كل حاجة. will drive مش نافعة معايا، will have driven معنى والزمن مش عايز ده خالص، والزمن مش عاوز was driving، يبقى I'm driving انا سايق، انا رايح المطار، جهزت كل حاجة، ممكن ايه اخدك معايا اديك توصيلة، يبقى على طول I'm driving. خلاص I'm driving to the airport this afternoon. so can I give you a lift? okay. تمام، كل حاجة مترتبة. مضارع مستمر بيعبر عن المستقبل لما يكون في ترتيبات كاملة في المستقبل. number 7، you should stare, tie, borrow, hit your shoelaces. عاوز اقول اترجم، انت يجب ان ايه رباط الحذاء بتاعك تعمل له ايه؟ hit تضربه؟ طبعا لا، مع السلامة، ترمى عصفير مش نافعة معايا. borrow تستلف مش نافعة معايا. stare تبرق مش نافعة معايا، يبقى على طول tie تربط، يبقى لازم تربط ايه الايه رباط الحذاء بتاعك، تاي تربطه، ده فعل، كلهم افعال. يس، والفعل بيعبر عن حاجه بتحصل زي ما احنا قلنا في تاسيس او كورس تاسيس اللغه الانجليزيه للاطفال الكبار، هتلاقي ده في قوائم التشغيل. يا نهار ابيض. number 8، I haven't spoken to John for a long time. انا ما اتكلمتش مع جون لفترة طويلة. I think I am going to well may could phone him now. ايه ده هتصل بيه دلوقتي؟ قرار سريع، يبقى على طول. وفي think، think يبقى ها حد يرد عليا. yes think يبقى well، think يبقى well،
ثينك يبقى ويل على طول، قرار سريع هتصل بيه دلوقتي، لان احنا قلنا في فيديوهات عالمية بتتكلم عن ازمنة المستقبل اللي هي ازاي استخدم ويل عبر المستقبل، ازاي استخدم ام واز وار جوينج تو معناها سوف عبر المستقبل، ازاي استخدم مضارع مستمر عبر المستقبل، وازاي استخدم البريزنت سمبل المضارع البسيط عبر المستقبل. فيديو عالمي، فيديو عالمي ازمنة المستقبل لازم تتفرج عليه. تمام. I haven't spoken to John for a long time. I think I will phone him now. لازم اتصل بيه دلوقتي. يبقى على طول think يبقى well زي ما احنا قلنا. Underline it. اديها الخط بتاعها. تمام. Number nine. Yeah. When. هنا when يعني عندما. عرفتها ازاي؟ واحد يقول متى. هي انا شاطر. ايوه انت شاطر في الاستعجال. when هنا مش جاي وراها فعل مساعد. والمعنى بيقول ان هنا معناها عندما. when the woman was walking across the street لما الست كانت ماشية في الشارع. a thief اللص عمل ايه؟ floated her bag. floated هنا float يعني يطفو، floated يعني طفى. طبعا لا. grabbed انتزع طبعا المعنى. sailed يعني ابحر طبعا لا. steered برق شنطتها طبعا لا. يبقى على طول a thief grabbed انتزع شد شنطتها على طول. اللص على طول ما بيتفهمش بيشد على طول. ربنا يحفظنا جميعا. اوكي يبقى عفوا. when the woman was walking across the street a thief grabbed her bag يعني اللص ايه انتزع او شد ايه شنطتها. number 10 the last one here A river has got two oars, banks, rocks, beaches. أترجم أنا مش عارف حاجة. النهر لديه أو عنده إيه؟ اتنين إيه؟ اتنين شواطئ. النهر فيه اتنين شواطئ؟ لأ. rocks اتنين صخرة؟ طبعا لأ. oars يعني مجداف؟ طبعا لأ. يبقى على طول banks ضفتين يعني النهر ليه ضفتين. بانك هنا مش معناها بانك. واحد يقول هي انت مش نافعه معايا، ده بانك معناها بانك. النهر اللي اورز انا مش عارفها بس مش هينفعوا الثلاثه واختار اورز واستعجل. اول حاجه في النصيحه بتاعتي بقول لك ما تستعجلش. يبقى هنا بانكس على طول يعني ضفه النهر. لازم حفظ الكلمات يا جماعه. تمام انتهى الموضوع معايا. هعمل فيديوهات ان شاء الله لكل الاسئله الparagraphs الform questions rewrite كل الأسئلة إن شاء الله. وأشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير. لو أول مرة تتفرج عليا اديها سبسكرايب، اديها لايك، اديها شير لو عجبك الفيديو. جود باي، مع السلامة.